سيد محمد عبد القادر حطها حلوه قوي قوي المرعي كره خطر عمرو مرعي وضربه جزاء الكره حلوه والتحرك حلو بشكل جيد وكارت احمر لمصطفى فؤاد مدافع فريق الجونه كابتن طارق سامي على طول الراجل اخذ القرار احتسب ضربه الجزاء وكارت احمر للاعب مصطفى فؤاد مدافع فريق الجونه كابتن انور سلامه يعني الراجل بيتكلم في القرار الفني لفريق الجونه تحرك بشكل جيد جدا 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 الكره اللي فاتت من عمرو مرعي قطع الراجل ودخل داخل منطقه ال 18 الدقيقه كام؟ بنلعب في الدقيقه 44 من بدايه احداث الشوط الاول وضربه جزاء لفريق وادي دجله هنا وكارت احمر شوف هنا بقى محمد عبد القادر اللاعب السوري رقم 27 حطها بشكل جيد يا سلام يا عبد القادر حطها لعمرو مرعي قلت لحضراتكم خدوا بالكم من الراجل ده لا دوري ولا موقعي كمعلق ان انا اعلق على قرار الحكم هل الكره ركله جزاء مش ركله جزاء ده الحكم لحضراتكم لان الحكم هو صاحب القرار الاول والاخير لا دوري ولا موقعي كمعلق رياضي ان انا ادي قرار في او اقول وجهه نظري في قرار حكم اللقاء وطلع الكارت الاحمر